ادخل. المسكون يا فندم. ايه يا بني ادم انت ده؟ نزل ايدك. امشي يلا دلوقتي. اهلا اهلا يا مولانا. اتفضل يا شيخ اتفضل. ايه يا سيدنا؟ انت مش فاكر مين اللي بيكلمك ده ولا ايه؟ عماد بيه. تمام. انا ما اقدرش انسى جمايلك عليا ابدا. انا لسه ليا جمايل عند حد. امال ايه؟ ده انا اتنقلت نقله تانيه خالص. انا دلوقتي بقى عندي شقه تمليك وعربيه على الزيرو، والعيال دخلوا مدارس اجنبي، وكمان بقى في نادي. لا وترقيت بقيت عميد. وبعمل زي ما انت قلت لي بالظبط، اول كل شهر بطلع صدقه جاريه. الحمد لله. عايزني في حاجه؟ عايز ارد الجميل ده بقى؟ لا لا كتر خيرك، انا الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، بس انا اخترت لك احسن زنزانه عندي في العنبر. تمام؟ ومعاك الصرم جاهد، ده راجل طيب وانا موصيه. اي حاجه هتحتاجها ويقدر يعملها هينفذها وفورا. كتر خيرك. وعلى فكره اقعد يا شيخ خلف اقعد. انا بعت جبت ملف القضيه بتاعتك وقريته. القضيه دي صعبه جدا ومحتاجه محامي عقر. سيبها على الله. كله على الله. جاهد خد الشيخ خلف ووديه الزنزانه. مع السلامه سيدنا. الله يسلمك. اتفضل. ده انا هحطك في احلى زنزانه عندنا في السجن كله. زنزانه بحري هواها يرد الروح. اهلا وسهلا. وكمان ايه ده؟ احنا ثانيه واحده، بيتك ومطرحك هنا ده احنا اطلقنا فيها البخور لما عرفنا ان انت راجل صاحب كرامات. صاحب كرامات وانهي كرامات بقى؟ تقتل اثنين يا صاحب الكرامات. يا اهلا وسهلا. لا مؤاخذه. اتفضل بيتك ومطرحك يا اخويا. اتفضل. رايح فين؟ رايح فين؟ يعني هشيل لك الحاجة بتاعتك؟ ده كلام يا مولانا؟ شيل حاجتك يا خويا، شيل حاجتك لو سمحت، شيلها بقى. اتفضل. بص هناك في شباك اهو اهو، مصدر هواء طبيعي ليل ونهار. المحامي بيقول ان عندك معلومات تساعد القضيه. انت لسه مصدقه الكابوس اللي اسمه خلف ده؟ خلف ده دجال مخاوي جن ومسخره عشان يسحرنا كلنا. هو ده دليل البراءه اللي عندك؟ براءه ايه؟ اذا كانت زهره شافته وهو بيقتل ولولا انها فاقت من سحره كان زمانها مرميه دلوقتي في مستشفى المجانين. أنا اللي ما كانش ينفع أضرك ولا حتى أضر كريم خلاني في حالة تانية، زي ما أكون مش في وعي، بعمل تصرفات أنا أول مرة أعملها. حتى أنت سحرلك خلاكي توافقي تتجوزيه، بس أنت معذورة زينا كلنا. بقول لك ايه؟ اطلع بره. فريد انا بحبك. انا عارف ان انا كنت سبب اني دخلت الشيخ الدجال ده هنا البيت.
بس انا كنت بعمل كده عشان مصلحتك انت وكريم، وما كنتش اعرف ان هو هيسحرنا كلنا. عارف يا حاتم، انا كنت ممكن اصدق كل كلمه انت بتقولها، لان خلف رجع لي كل حاجه كتبها باسمي. رجع لي كل حاجه عشان يخدرك، بعد كده هيبيعك كل حاجه. اقوم لك بالمرقوب دي. وين فريد؟ انا مستعد اقتله عشان خاطرك، عشان انا بحبك. صدقيني بقى، اطلع بره. فكري يا فريدة في كل كلمة قلتها لك، وراجع كده من ساعة ما خلف ده دخل وسطينا، وانت هتعرفي ان انا ما بقولش غير الحقيقة. جاي يديك دليل البراءة ولا جاي يلف دماغك وقلبك على اخوي؟ اياك اي حرف من اللي قاله يدخل مخك. انا لولا اديته الامان علشان اعرف ايه اللي بشوفه كنت وقفت عند حده. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هو جاي يلدع عشان يعرف بعد كده السم هيسرف قلبك فين. يا حاج انا كلامه ما سمعتوش من الاول اصلا، انا بس بفكر هنعمل ايه في موضوع خلف. مش بالسائل ده، انا عن نفسي جربت اصدقه عشان ربي وقلبك اسود. طب وبعدين هنعمل ايه؟ نروح نزوره وهو اللي يدلنا. لعبت لها في دماغها. وبعدين؟ ولا قبلين. هروح اتجوزها طبعا. وكويس ان اللي اسمه خلف ده لسه كاتب لها كل حاجه باسمها. طب وانا؟ انت ايه؟ انا هاخد ايه بعد ما توصل وتتجوزوا وتخلفوا وتعيشوا في تبات ونبات؟ وبعدين يا زهر؟ ما هي كل حاجه بتاعتي هي بتاعتك. نكتب ده. نكتب ايه؟ مش لما نشوف الهم اللي ورانا ده الاول. تكتب تنازل عن حصتك في الشركه. وايه تاني؟ وارض سهل حشيش عندي ليها مشروع يجنن، اوتيل زهره ريزورت. بذمتك مش يجنن؟ يجنن فعلا. انت لسه مصدقه الكابوس اللي اسمه خلف ده؟ خلف ده دجال مخاوي جن ومسخره عشان يسحرنا كلنا. اذا كانت زهره شافته وهو بيقتل، ولولا انها فاقت من سحره كان زمانها مرميه دلوقتي في مستشفى المجانين.